مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. من بعد ما اعتذرت قمر مار من فريق نور مار بستوري على انستغرام وكشفت حقيقة ان التسجيل اللي شاركوا ايمو قبل ايام بستوري انستغرام كان قديم وإله اكثر من 5 اشهر. الموضوع اللي احتبي اللي هو كلكم جاي تطلبون مني انا احتبي اللي هو التسجيل اللي انسرق ايمو. اول شي حابة اقول ان التسجيل اللي انسرق ايمو تسجيل كلش قديم، يعني تقريبا قبل 5 اشهر او حتى يمكن اكثر. تمام، هذا اول شي. ثاني شيء، أنا هذاك الوقت علي ضغط كلش كبير من أكثر من شخص، وأيمو كان يحاول إنه يحشي براسي أو يعبي براسي أو يدخل لعقلي الحقد والغيرة، ومع الأسف نجح بهالشيء وأنا انخدعت به للأسف وحكيت هيجي بهذاك الوقت. فرد أيمو عليها بهذا الستوري. يو كيفكم يا حباتي يا البنات، بدي لكم شيء، أنا مو زعلان من أمر لأني هذا الحكي مو من عنده، أنا بعرف هذا الشيء، هنن اللي عم بيعلموه والبنت كمان عم بيطلع بيحكي، مشان هيك مو زعلان من أمر. من بعد عودة شيرين للسويد من بعد مغادرتها لدبي قبل أيام شاركت هذا الستوري بعد 3 أيام من وصولها، واللي كان رد على نارين وتهديد لإلها. اوكي جايز، هاي مستغربين انه انا بالسويد لانه صار لي فتره ما نشرت، صار لي 2 أيام 3 أيام عم انشر ستوريات بس عم استنى قبل ما انزل الفيديو. سو هلا نزل، بدي من الكل يروح على القناه ويشوفه منيحه، وانا هيك بالعاده يعني مو كتير مسي مو كتير ملخبطه، هيك كل شيء مرتب. بس كاولك يعني اللي بس ترجعي لهون حتشوفي هاي، ما حتشوفي هاللون. مو انت هتقولي انا لما من بعد ما راحوا سيرين وسدره انا اكتشفت انه الطاوله لونها بيضاء، مو كأنه انه هنين كانوا غرادة لبسة، لك كان في احيانا اللبس هون بالزاوية على الطاولة، لبسة هوني كله كان كياسة بدبي. من بعد غيابها عمين على السوشيال ميديا لعدة ايام شاركت نور ستارز هالستوريهات وكتبت هذا مكاني السري قدام بحيرة مع كتاب بعيدا عن الكل، ان كان الله معك فمن عليك وان كان الله عليك فمن معك. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.